لي كيما جديد ديالي دابا شوف غادي نحلوه غادي نمونطيوه وغادي ندير له شي سينيماتيك حمقه وفخا نعطيك المعلومات عليه شحال الثمن وكيفاش داير. اوكي ليتس ورك. كريستيان هو ناضي دابا ما كاين غير فيديوهات. المهم لا كاليتي ديالو راه ناضيه بزاف حيت بالنسبه للجلسه والله حتى مريحه بزاف. دابا بقى في البيسي شي 12 ساعه الله يكون عليك. وتاني حاجه انك تقدر ترد له موسيقى واش ما بغيتي كما كتشوف دابا. الله انا ناس اللي في عياده شتي طلعت الصبح والله حتى ناضي بزاف واش ترد عاوتاني سي بخي كونفور الثمن باش كيدير في السوق هو 2400 درهم 2300 درهم حتى واش طلعت 2200 درهم. ولكن لقيته في بزاف ديال السيتات كيتباع 3000 درهم والصف ما عرفتش علاش ولكن الثمن باش خديته هو 2300 درهم هذا هو الثمن. المهم السيت اب ديالي راه غنبينها شي نهار دابا حيت باقا شويه على قد الحال. هادشي اللي كاين في السيت اب كاين هادي كاين الكرسي كاين الماك بوك وكاين الكاميرا هادشي اللي كاين من طور السيت اب ونجيبو شي بي سي جيمين اللي ناضي ديك الساعة كاين غير الالعاب وتخسر. ولكن هذا على الاقل دابا تا كندير المونتاج بزاف تندير مدة كبيرة في المونتاج راه ما تنقدرش كرسي لا خروج تيضرني بزاف اصلا في هاد الوقت هادي كتدفع لك ظهرك شوية هي اللي كتخليك مرتاح فهمتي كتخليك مرتاح صافي جالس في البيستي خمسة السوايع ما عتعياش. هاد الوضعية اللي بغيتي ديرها هي كتسمى بوضعية القيادة عند النساء هكا تيصور ولكن خذيت